خطة طوارئ وافق عليها الاتحاد الافريقي والاوروبي والامم المتحدة في قمة ابيجان لتفكيك شبكات تهريب البشر واجلاء المهاجرين المعرضين للخطر في مراكز الايواء بليبيا الى دول افريقية اخرى في غضون اسابيع قبل اعادة توطينهم في اوروبا او مكان اخر. الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال ان خطة الطوارئ ستتضمن تشكيل قوة عمل تنفيذية من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات لاعتقال من يجري التعرف عليه من مهربي البشر، في حين لن تشمل الخطة نشر عسكريين فرنسيين في ليبيا. وفي تعليق آخر على خطة الطوارئ قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل إنها يجب أن تكون جزءا من خطة متكاملة من شأنها بناء علاقة جديدة بين الدول الأوروبية والإفريقية على أساس الندية والشراكة لتجنيب الأفارقة الهجرة إلى أوروبا. من جانبه وافق رئيس المجلس الرئاسي للحكومة المقترحة فائز سراج على السماح للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية بالوصول إلى مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا وإجراء تحقيق لما أشيع بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون. فالتقارير الإعلامية التي نشرت مؤخرا عن عمليات بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا أثارت غضبا واسعا في الأروقة الدولية ودفعت الاتحاد الأوروبي نحو البحث عن استراتيجيات للحد من الهجرة، من بينها بناء شراكة جديدة مع القارة السمراء.